أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، قال وضعت طيبا على ثياب الإحرام. نعم. قال وضعت طيبا على ثياب الإحرام في الميقات قبل أن أهل بالعمرة، ثم أهللت بعد ذلك، هل علي في ذلك شيء؟ الثياب لا تطيب، ثياب الإحرام لا تطيب، إنما الطيب يكون بالجسم، يكون على الجسم فقط. فإذا طيبت ثياب الإحرام فيجب عليك غسل الطيب، يجب عليك غسل الطيب، المبادرة بغسل الطيب منها. لكن ما دام من هذا شيء مضى وانقضى وأن تجهل الحكم فلا شيء عليك والحمد لله. لكن في المستقبل لا تطيب ثياب الإحرام، وإذا طيبتها أو وقع عليها طيب فاغسلها حتى يزول الطيب. نعم.